ودلوقتي خلونا نروح لزميلتنا دينا شرف علشان نعرف منها اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب. لكن قبل ما نعرف التفاصيل دي، واكيد الطقس يهم الكل، بس يهمنا انا على المستوى الشخصي اعرف بتاكل المانجا ازاي يا دينا. صباح الخير يا احمد، صباح الخير يا من، صباح الخير على كل مصريين في كل مكان. لا، المانجا ليها طقوس خاصه يعني، بس بتختلف من شخص لاخر. انا بقول كده يعني، وبتختلف كمان في النوعيه اللي انت بتحبها. في ناس بتحب انواع هندي والعويسي والفص، يعني هي احنا كلنا لينا اذواق مختلفه فيها. صحيح. لكن محدش يعني بيختلف على حبه للمانجا. بس انا بالنسبه لي بقى طريقه اكل المانجا يعني، لو هي الكبيره شويه هقطعها زي يمكن ما احمد بيقول، لكن انا من عشاق المانجا الفص. فلو معايا مانجا فص وهاكلها، هاكلها بقشرها وزي ما هي كده اهو، لان هي بتبقى جميله جدا وطبعا مش محتاجه تتقطع يعني. ودي بتبقى متعه خاصه كده، بس لازم تتاكل في البيت عمره ولوحدي اكيد يعني، كمان مش بره البيت، استحاله تتاكل بره البيت المانجا.